FM. الكلمة ليك. نبدأ بالشروق وين صفحة 6 حسب صحيفة بريطانية تمويل بريطانيا ليوسف الشاهد للتصدي لاحتجاجات جانفي 2018. التفاصيل كما قلنا صفحة 6 صفحة 10 بالأحمر بالبنت العريض. الاحتجاجات تتوسع، جهاتنا تموت عطشا. نحكي على أزمة الماء المستشرية في البلاد التونسية، وعناوين الجرائد الكل والليزايون الكل فيهم تصاور سعاد عبد الرحيم اللي فازت بمنصب شيخة البلدية ورئيسة البلدية متاع الحاضرة اللي هي تونس. تقول الشروق لأول مرة امرأة تترأس بلدية الحاضرة سعاد عبد الرحيم شيخة مدينة تونس. صفحة 4 التفاصيل متاع التصويت والجسر متاع التنصيب اللي صارت البارح في القصبة. علي الكعبي للشروق يقول كرتنا فاسدة والجريء ومعلول في شيلان. نمشي للصباح وين محمد بن سالم القيادي في حركة النهضة يصرح في حديث الأربعاء على النهضة لا تتقدم بمرشح للرئاسية تجنبا للسيناريو المصري، وهنا يقصد مرسي وقت اللي تم تنحيته من رئاسة الجمهورية، ووقت اللي معناتها عوضوا السيسي في مصر، وسيناريو متاع اللي صار في مصر خايف محمد بن سالم يتعاود في تونس. سعاد عبد الرحيم في بورتخي للصباح تقول صباح تؤنث منصب شيخ المدينة بعد غد الحسم، هل يفرج صندوق النقد عن القسط الرابع من قرضه لتونس. ونحكيه على الحليب والعسل وقصيدة جديدة للمنصف المزغني تعمل البوز مرة أخرى في دائرة الجدل حول الاختلاف والخروج عن الصف. سمعتها أنت ساعات ما سمعتهاش؟ أش تضحك مال ديما تضحكوا من غير ما تقراوا معناتها القصايد وتسمعوا فيها عمق ولا فيها عمق فلسفي معناتها المقطع متاع القصيدة. ونختموا بخسائر 340 مليون دينار بسبب توقف الخط الحديدي بين صفاقس وتوزر. في الشأن الرياضي اتهم أسامة الملولي بالاعتداء عليه في إسبانيا. رئيس بعثة تونس لتاراغونا يكشف تفاصيل محاولة الاعتداء عليه في تونس. نمشي لصحيفة المغرب كيف كيف تحكي على سعاد عبد الرحيم بعد فوز النهضة ببلدية تونس وتقدمها في جل البلديات نهاية التصويت المفيد أو ما يعرف بالفوت أوتيل. هذه الافتتاحية متاع كليشان في صحيفة المغرب بعد انتخاب 301 رئيس بلدية، 118 للنهضة، 102 للمستقلين و62 للنداء. هذه الأرقام اللي جينا بعد ما تم تنصيب رؤساء البلديات. لأول مرة منذ 160 سنة على تأسيس المنصب سعاد عبد الرحيم تتحصل على لقب شيخة مدينة تونس أو شيخة مدينة تونس نتيجة الخلاف بين كتلتي حركة نهضة ونداء، وتشتد الأزمة في مجلس نواب الشعب. ونختم بتحالف سياسي جديد يطبخ بين قائد السبسي الابن يعني حاف قائد سبسي ومرزوق وبالحاج وبن حسين. هل تنجح حركة نداء تونس في لم شمل المنشقين عنها قبيل المؤتمر الانتخابي الأول لنداء تونس؟ الكلمة ليك.